إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن علاج التهاب الحلق عند الأطفال. عند إصابة الطفل بالتهاب الحلق، فإن أول ما يعتقده الآباء هو أن الطفل مصاب بالتهاب الحلق البكتيري، على الرغم من أن التهاب الحلق البكتيري يعتبر من أكثر أنواع التهاب الحلق عند الأطفال شيوعاً، إلا أن من المهم أن نضع في الاعتبار أن هناك الكثير من المسببات الأخرى التي يمكن أن تسبب التهاب الحلق عند الأطفال، وهذه العوامل والمسببات تشمل التهابات الفيروسية التي يمكن أن تصيب حلق طفلك، أيضا ونزلات البرد والحساسية التي يمكن أن تسبب التهاب الحلق كنتيجة ثانوية لسيلان الأنف، أو حتى نتيجة الارتداد أو الارتجاع المعوي. أيضا تعتمد طرق علاج التهاب الحلق عند الأطفال على الحالة الصحية الكامنة وراء حدوث المرض. يجب أن يتم تشخيص الحالة بدقة قبل اتخاذ القرار قبل العلاج. أيضا من المهم تحديد المضادات الحيوية المهمة ضد هذه المخلوقات إذا كانت بكتيريا. أيضا لا تنفع المضادات الحيوية ضد الفيروسات، الأمراض الفيروسية. من المهم استشارة طبيب متخصص في هذا المجال. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.